اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده في يوم جديد، وادعونا على التاخير، لكن زي ما بنعرف احنا الاجواء ماطره، دنيا شتاء والاجواء ماطره وبرد يا اخوان، برد برد والله. وانا كل زياراتي ميدانيه، وبتعرفوا الزيارات الميدانيه يعني الواحد بكون بردان تمام. وانا اول باول يا اخوان، اول التحديث بنزل على طول، لاني بنزل بصور، ولما بصور بنزل الفيديو ما بخليه لبعدين تمام، بنزله في نفس اليوم تمام. يا اخوان اليوم بدنا نحكي عن الران تمام، ران الوهمي والران الحقيقي. طبعا لا تنسوا يا اخوان اللايكات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناه عشان نشوف الحلقات السابقه والحلقات الجايه. اللي مش مشترك يشترك بالقناه عشان ينبسط وعشان يصير عنده معلومات حلوه كثير وممتازه تمام، ويتعلم. يا اخوان اليوم بدنا نحكي عن الران الوهمي والران الحقيقي. شو الفرق بين الران الوهمي والران الحقيقي؟ شو الفرق بيناتهم؟ هم ران هون وران هون، لكن الران الوهمي في فرق بينه وبين الران الحقيقي، اللي هو انه الران الوهمي لما تفتحه ما بتلاقي فيه شيء، الران الحقيقي لما تفتحه بتلاقي فيه شيء تمام. طيب خلينا نشوف هالران معانا تمام، خلينا مع بعض نشوف هالران. ران جميل ماشي، ما عليه كلام، لكن طبعا احنا مش وظيفتنا ان نفتح الران ماشي، ولا نثبت للعالم انه هذا ران او غير ران، لكن احنا وظيفتنا اليوم نشرح عن الران فقط لا غير، لانه قناة تعليمية تمام، قناة تعليمية تثقيفية يا اخوان، مش قناة بحث عن الدفائن. احنا لسنا بقناة بحث عن الدفائن، لكن الان انا عندي هذا الران، شايفينه؟ هذا ران نظامي، اللي مبين معي انه ران نظامي. ليش؟ الان اول شيء عليه بصمته هون، شايفين البصمة هاي تمام. ثاني اشي الحز تبعه او الخط تبعه زي ما انتم شايفين، ايوه هذا هو، تسكيرة كاملة. الران طالع فوق الارض طب هيها، شايفينه؟ ايوه ماشي، ران حلو مرتب طالع فوق الارض بجنن، ما عليه كلام. طبيعته، طبيعة الران تختلف عن طبيعة الصخر، شايفين هاي؟ هاي كيف؟ شايفينها ناعمة؟ هاي طبيعة الصخر اللي هون، هيو. يختلف طبيعة الران عن طبيعة الصخر، بنلاقي زي ما حكينا الحز الفاصل ما بين الران والصخر هذا هو، شايفينه؟ هذا هو يا اخوان، هيو ها. هذا الخط الفاصل ما بين الران والصخر تمام، يعني تركيب الران، تركيب تلييس ماشي. شوف هذا اللي جنبه، ممكن هذا يكون الران مش هذا تمام، ممكن هذا الران وهمي هذا الران حقيقي ماشي. طبيعة الصخر، طبيعة الران اللي هو الصخر تبع الران يختلف عن طبيعة الصخرة الحاضنة للران ماشي، الصخرة الحاضنة للران تختلف عن الران. الآن عشان أفتح هذا الران يا إخوان بشكل نظري، عشان أفتح هذا الران عشان أعرف إنه هو في إشي ولا ما في إشي، هذا الران الوهمي زيه زي الران الحقيقي، ما في أي اختلاف يا إخوان. لكن هذا ران وهمي أو ران حقيقي لا أعلم، لكن ران ممكن نسميه وهمي. لما باجي بفتحه بلاقيش في إشي، فاضي أو حجر مليس مضبط إلى آخره. طب ليش ليسوا هذا الحجر؟ ليسوا هذا الحجر يا إخوان لوجود ران في المنطقة، في نفس المكان لوجود ران، عشان انت ما تعرف انه في ران او في مقتنيات شخصية حاطها واحد في حجر ومليسها وعملها ران، عشان ما تعرف انه في ران ماشي، بيعمل لك الران الوهمي، بتيجي بتغلب حالك في هاي وفي هاي وفي من عارف وين، في هون كمان هاي طبي هون تمام، بتغلب حالك فيهم، ما بتلاقي فيهم اشي، فبتروح انت بتسكر الران او بتسكر المكان وبضلك طالع، لكن بكون في ران في المنطقة مثلا، في الصخرة نفسها بكون في ران، لكن مش واضح معك. هذا ران الان عشان اجي افتحه، انا كيف بشتغل يا اخوان؟ بجيب دريل شحن، بنزل دريل من هون ماشي، بنزل دريل بضل ادق فيه عبال ما يعمل معي، يا اما ينفس يا اما الدريل ينزل مره واحده. الان الران يا اخوان بيجي قشره، القشره 10 سم، يعني القشره تقريبا 10 سم بتيجي، بعد ال 10 سم في طب جوا، في حجر مدور طابه تمام، كرة زي كرة القدم مدورة صغيرة داخل، هذا هو الران يا اخوان. هذا اللي فوق القشرة هاي مش ران، الران داخل جوا،
هاي مش ران يا اخوان، لكن هاي قشرة، عشان انت ما تميز الحجر عن الران، او انه انت لما تيجي تحكي انه هذا ران او مش ران، او يصير في عندك خلينا نحكي شك انه هون في ران، ماشي. لكن الران داخل هاي طب صغيرة مدورة موجودة داخل هاي، يعني لما اجي افك هاي راح الاقي قشرة مثلا 10 سنتي، بعد 10 سنتي في عندي طب حجر، حجر يا اخوان ما بتنفك غير بصاروخ، صاروخ او مهدي عشان تقدر تكسره. هذا هو الران، ماشي. الان هذا ممكن انه يكون ران، ران وحمي، لكن انا شو شو عندي دلاله انه هذا ران، ماشي. شو ممكن يكون؟ باجي بفتحه لقيت ران وهمي، بتاكد 100% انه في المنطقه ران حقيقي يا اخوان، في المنطقه ران حقيقي، في على نفس الصخره، ممكن على نفس الصخره، ممكن على الصخره اللي جنبها، ممكن هون، ممكن هون يكون في ران حقيقي. هذا انا ببحث عنه، ماشي. لما فتحته هون ما لقيت ران، لكن في ران ثاني واكيد 100%، لانه ما نحط هذا الران هون، ما نحطت هاي الطبه اللي احنا شايفينها هي، طلعوا كيف، ما نحطت هاي الطبه، غير انه في ران موجود ثاني. هاي مهمه جدا يا اخوان عشان تعرفوها هاي المعلومه. الان انا مش واجبي اني اجي افتح هاي اثبت لكم انها هاي ران او مش ران، لكن انا بشرح لكم عنها. طيب نشوف شو في على الصخره هاي كمان، برضو هون بيجي اشي مميز عن الصخرة، طلعوا كيف، طلعوا كيف هاي، طلعوا يعني نعومة شديدة، لكن هاي الصخرة شايفينها كيف صخرتها، لكن هاي نعومة شديدة، هاي طلع يعني على صخرة واحدة هاي بجوز في 6-7 رانات وهمية حقيقية الله أعلم، لكن هي شايفينها هاي الحز الفاصل، طلعوا طلعوا التصفيط اللي جنبها، يعني يعني اللي حط التصفيط هان لهون فعلا، يا إما بقول لك انه هذا ران، يا اما انا بقول لك انه انا راح اموهك، ما راح اوديك على الران، راح تيجي تحفر من هون، راح تيجي تحفر من هاي المنطقه، لكن مش راح تلاقي ران، تمام. طلعوا كيف، طلعوا تصفيطة الحجار كيف، كيف عامله حلوه، طلعوا لزقه تلزيق يا اخوان، هاي طينه الحكمه، هاي طينه حكمه، هاي طينه حكمه اللي هون، تمام. هون هاي طينه حكمه كلها شايفينها، لكن شغل نظامي حلو 100%، وهذا الله اعلم انه يكون هو هذا الران. طلع هاي كيف، هاي هاي مش ثابته، هاي طالعه، تمام. اجي احط لك هاي كمان برضه نفس العمليه. الان هون حيرك، هون حيرك، طلع هاي تعتبر ران، ممكن ممكن والله اعلم، برضه في حز فاصل ما بين هاي وفي حز فاصل هون هيو، لكن بدها تنظيف، الله اعلم شو بده يطلع جنبها. نفس الصخره يا اخوان، احنا شغالين على نفس الصخره، يعني هي هي الران هون، طلعوا هاي الصخره اللي انا شغال عليها، كويس. طلعوا راح اورجيكم هالاشاره، اشاره خطيره يا اخوان، خطيره خطيره جدا، تمام. شوفوا هالاشاره، شوفوا هالمستطيل تمويهي، تمام. هذا مستطيل تمويهي يا اخوان، لكن احنا تعلمنا بهاي القناه انه نقدر نركز في هذا المستطيل ونعرف شو نتيجته. الان في عندي هون شطفه، يعني واحد راح يجي يقول لك راح اطلع بهاي الشطفه، والثاني راح يجي يقول لك في هون سيال، هيو شايفينه سيال صغير، هيو ما بعرف اذا واضح ولا لا، لكن هون في سيال صغير، راح امشي باتجاه السيال، يعني يا بمشي بروح هيك لا ولا اشي، يا اما بمشي بروح هيك لا ولا اشي، ماشي. لكن احنا تعلمنا كيف بنقدر نحلل الاشارة وكيف بنقدر نعرف ايش وضع الاشارة. لون هون، هون انا رحت ما فيش اشي، وهون رحت ما فيش اشي، لكن في عندي هذا السيال، شايفينه هذا السيال، طبعا طينة حكمة يا اخوان، هاي معمولة الاشارة كلها بطينة حكمة، ماشي. في عندي هذا السيال، اتجاه هذا السيال هيو شايفين وين؟ طلعوا هاي السيال اتجاهه وين راح؟ على هاي، هاي هاي أهم من الإشارة هاي، شايفين هون أهم من الإشارة هاي، ليش؟ الآن أنا عندي إشارة مستطيل، عرفت إنه هذا المستطيل أنا بالنسبة لي قبر، قبر وتكنيزي، الله العليم، الله العليم، ها ما بنعرف، لكن قبر تكنيزي، عرفت هاي الإشارة وماخذها وصحيحة 100%. الآن الشطفة اللي موجودة هون هاي شايفينها؟ مسكرة تسكير، تسكير كامل، أعطتني اتجاه، والسيال اللي هون هذا اللي هون هذا أعطاني اتجاه، إذا صار في عندي اتجاه وصار في عندي اتجاه، إذا وين راح الاتجاه تبعي؟ هذا هو، هي شايفينه؟
مهم جدا. هاي الإشارة مهم، أهم من هاي الإشارة وأهم من الرانات اللي موجودة على هاي الصخرة يا أخوان، مهمة جدا. لأن هاي الإشارة شو تثبت لي؟ خلينا نقرب عليها. حكينا في هاي الإشارة قبل هالمرة يا أخوان، طلعوا كيف؟ طبعا ملسة ملسة معمولة بطريقة بتجنن، ماشي. الآن هاي الإشارة عاملة هيك مسكرة، طلعوا كيف؟ هاي مفتوحة من هون سكرت. هذا هو المطلوب يا أخوان، هذا هو المطلوب، هذا هو اللي أنا ببحث عنه، تمام. برضو هاي معمولة بطينة الحكمة، طلعوا معمولة بطينة الحكمة، وهي الحس تبع طينة الحكمة حواليها مصنعة تصنيع. يعني إشارة هاي مصنعة تصنيع يا أخوان، طينة ومليسة ومحطوطة على الصخرة. تختلف هاي الصخرة، هذا الحجر يختلف عن الصخرة. هاي الصخرة هون، هاي شايفينها كيف؟ شايفين كيف الصخرة؟ وهاي كيف شايفينها؟ طلعوا ناعمة، ماشي. هاي تختلف عن الصخرة. وعندي إشارة اللي هي إشارة المغارة اللي حكينا عنها 6-7 مرات، 10 مرات، 20 مرة، 30 مرة، 40 مرة يا أخوان. إشارة المغارة اللي هي أهم من الإشارة، وإشارة اللجف اللي هي أهم من هاي الإشارة. هسا راح نشوف إذا كانت على الصخرة هاي في إشارة لجف ولا لا، تمام. لكن إشارة المغارة تيجي زي ما حكينا إحنا، تيجي من هون ومسكرة مسكرة، يعني تحت الصخرة هاي في مغارة 100% يا أخوان، 100%، وعلى تحدي، تمام، على تحدي. لكن عشان أدور على إشارة اللجف، طبعا إشارة اللجف راح تكون مخفية هون يا أخوان، راح تكون مخفية والله العليم. أنا ما كنتش منتبه على هاي، راح تكون مخفية والله العليم إنها في المكان هذا يا أخوان، في هذا المكان. يعني بس أحفر هون في هذا المكان راح ألاقي إشارة اللجف هون، تمام. على كل الأحوال إحنا أخذنا إنه في هنا تحت هاي مغارة، وأكيد 100% وداخلها قبر تكنيزي، داخلها قبر تكنيزي، لأنه هذا القبر موجود وهي إشارة التابعة للقبر موجودة. إذن إشارة صحيحة 100%، إشارة القبر 100%، إذن موقع صحيح 100%، تحتوي الصخرة على إشارات الران. ران خلينا نعتبر أنه هذا ران، هذا ران، هذا ران، ماشي. هذا اللي هنا ران أكيد، والله العليم إن نلاقي إشارة اللجف تحت هاي كمان، تمام، هذا ران أكيد. لكن إشارة روعة، إشارة روعة أجت مع هاي الصخرة، هاي هي إشارة روعة، روعة يا أخوان. يعني صراحة أنا والله ما كنت منتبه عليها يا أخوان، كنت ماسك الران هناك بشرح عنه، لكن والله ما كنت منتبه على هاي إشارة ولا أروع، تكنيزية معها تثبيت، تمام، المغارة. طيب على سبيل المثال إنه هنا ما في مغارة، على سبيل المثال إنه هنا ما في مغارة، على إيش باجي بدور في هذا المكان؟ على هاي الإشارة، على إيش باجي بدور؟ طبعًا أنا عندي بصمة هون، هيها شايفينها؟ عندي بصمة، لكن هاي مش بصمة اتجاه. إذا بدي أعتبر إنه عندي اتجاه يا أخوان، راح أخذ هذا الاتجاه، راح أخذ هذا الاتجاه، يعني راح أمشي بالاتجاه هذا فوق هناك، تمام؟ يعني هاي راح توصلني هناك. خلينا نتأكد، لكن أنا متأكد إنه هاي تحتها مغارة، لو معي السياخ فحصتها وتأكدت منها 100%، لكن مش معي السياخ اليوم. طيب خلينا نعتبر إنه إحنا أخذنا إنه الإشارة هاي بتوديني على هذا المكان، بس أكثر من هيك يا أخوان ما بقدر أبعد، يعني أكثر من هذا المكان ما بقدرش أبعد، ماشي، لأنه إشارة تدل على مكان قريب، قريب جدا، يا تحتها يا إما قريبة منها. بوصل لهاي، وأنا مش مبين، إذن برجع كمان مرة. إذن الإشارة تحتها الشغل، الصخرة هاي تحتها الشغل، تمام. لو معي سياخ كان برضو برجعت عنكم كيف نطلع البوابة وكيف نعرف مكان البوابة يا أخوان. على كل الأحوال شفنا الإشارة، شفنا الرنات التمويهية أو الرنات الحقيقية، تمام، يعني ما بنقدر نعرف إنه هذا ران حقيقي أو ران وهمي إلا بعد الفتح يا أخوان. بعد ما نفتح الران بيبين معنا انه الران حقيقي او الران وهمي. ما حدا يجي يقول لي انه هذا الران، ماشي، في له اشارة معينة بتثبت انه هذا الران حقيقي وداخله دفين، مستحيل يا اخوان، مستحيل. وهي القنوات وهي الميدان يا حميدان، ماشي. اذا في واحد بيثبت انه الران في داخله، في داخله ذهب، ماشي، يجي يراجعني طبعا بدون جهاز، لكن في أجهزة بتورجيك مثلا الخف، تقدر تطلعه من فوق الران بتعرف إذا فيه معدن ولا لا. لكن كإشارة موضحة على الصخرة إنه هذا ران تكنيزي، تمام، ما في، ما في، وعلى تحدي يا أخوان، تمام. اليوم شفنا الران
الله اعلم هو تكنيزي ولا لا. شفنا الران، شفنا الرانات الوهميه، الرانات الحقيقيه او الوهميه، تمام زي ما احنا شايفين هون. شفنا الاشاره التكنيزيه رقم واحد، تمام، اشاره تكنيزيه رقم واحد يبحث عنها الجميع يا اخوان. هاي هي اشاره روعه، اشاره ولا احلى اشاره، معها تثبيتها او الشرح تبعها، اشاره التابع لها، ماشي. هذا ما حدش يقول لي هذا جرم، مش جرم يا اخوان، تمام، لكن اشاره معها اشاره، ماشي، بتدل على تكنيز تحت الصخره. والله اعلم، والله تعالى واعلى واعلم، ماشي، انه فيها تكنيز او لا، لكن ان شاء الله انه يكون فيها تكنيز. راح تنفحص المنطقه هاي بالاسياخ وراح نعرف انه هاي فيها تكنيز ولا لا. بس اجيب الاسياخ، راح افحص هاي المنطقه وراح انزل لكم اياها على فيديو طريقه الفحص على التكنيز بالنسبه للصخره هاي، وراح اورجيكم كيف الحل تبعها، ماشي، وين راح نلاقي البوابه تبعتها. تابعونا في الحلقات القادمه يا اخوان، وشكرا لكم للمتابعه، ولا تنسونا من اللايكات يا اخوان والاشتراك و و و و و الى اخره. انتم بتعرفوا الدبابات عشان نشوف الحلقات السابقه والحلقات الجايه. واهلا وسهلا فيكم وشرفتونا يا اخوان، وشكرا لكم للمتابعه.